الاستعداد. اذا سيداتي يا نساتي وسادتي تتابعون سادس انطلاقات هذه الامسيه على مسافه 1800 متر على كاس شركه الخليج لصناعه البتروكيماويات لجميع الدرجات المبتدئه لعمر لجيات جميع الدرجات والمبتدئات لعمر 3 سنوات فاكثر مستورد. الصداره تاتينا مبكرا متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء مع غلين سافاج شعار ام اند اي ريسنج الين سميث في الاشراف ليون يومان في القيادة. الوصافة تأتينا هنا مع أحد الشعارات التواجد مع قادر للرفاقة وفوزي ناس في الإشراف البرتو السنة في القيادة. ثالثا من الجهة الخارجية التواجد والاندفاع مع زاغاتو للمحمدية ريسنج فوزي ناس في الإشراف جيسون واتسون في القيادة. رابعا دخول وانضمام لرقم واحد غومان يتواجد لشعار محمد خالد عبد الرحيم حيدر إبراهيم في الإشراف جيرالد موس في القيادة. خامسا رقم 5 ميشين بوي لعلي جعفر درويش وجعفر درويش في الإشراف مارشالاس ياريس في القيادة. هنا جميع الأسماء في المنعطف باتجاه الخط المستقيم. الامور لا زالت تسير بأرياحية تامة حتى هذه اللحظات مع غلين سافاج. غلين سافاج هو المتصدر لام اند اي ريسنج الين سميث ليون يومان. هنا الخط المستقيم نصل لخط الشرار والنار. بيدك القرار اما ان تاتي بالانتصار بكل اقتدار ام انك تعاين الاضرار. هذا غلين سافاج وكذلك شعار المحمدية ريسنج خطير. هنا زغاتو وكذلك الاخر من الجهه الخارجيه غومان هو الخطير. هنا غومان متابعينا الكرام. هنا شعار محمد خالد عبد الرحيم. اذا متابعينا الاعزاء حيدر ابراهيم في الاشراف والتدريب. دخول من الجهه الداخليه ولكن على ما يبدو ان غومان بطلا لسادس اشواط هذه الامسيه. محمد خالد عبد الرحيم حيدر ابراهيم في الاشراف جيرالد موس في القياده والدخول من الجهة الداخلية والاندفاع الحاضر من قبل قادر للرفاقة ريسنج. نعم متابعينا الكرام فوزي ناس في الإشراف والتدريب وكذلك ألبرتو سانا في القيادة. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء إذا مشاهدينا نتابع وياكم الصدارة للشوط السادس التي خطفها غومان عبر الفارس جيرالد موس. وفي المركز الثاني جاء قادر وفي المركز الثالث زاغاتو في حين المركز الرابع كان لجيلين سافاج. إذا هذه هي المراكز الأربعة الأولى. التتويج للشوط السادس وأيضا يقوم السيد ياسر عبد الرحيم العباسي رئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بتقديم كأس الشركة للفائز عن الشوط السادس للمالك محمد خالد عبد الرحيم. إذا نبارك للمالك محمد خالد عبد الرحيم على فوزه بالشوط السادس والذي شاهدنا نتائجه ومنافساتها قبل قليل عبر الجواد غومان. إذا نبارك لهم مرة أخرى الفوز في الشوط السادس.